إذا استمرت هذه الدول في دعم حفتر فإن الطريق المؤدي للسلام في ليبيا سيكون أطول بكثير. أحيانا نسمع التصريحات من مصر وبعضها مستفز. أنصح مصر بالابتعاد عن التصريحات التي لا تخدم السلام في ليبيا وتؤدي إلى تأجيج الحرب. وإن لم تتوقف الدول عن دعم حفتر وإن لم تبتعد مصر عن مثل هذه التصريحات فإن الجميع سيشهد ازدياد. أولا يجب ألا يوجه هذا السؤال لي بل لحكومة أبو ظبي. يتوجب سؤالهم لماذا هذا العداء والحسد ومحاولة إثارة الفتنة والفساد؟ ثانيا أقول لحكومة أبو ظبي انظري لحجمك ومدى تأثيرك. دعمكم لبعض المنظمات الإرهابية سواء كان في سوريا أم غيرها كحزب العمال الكردستاني أو وحدات حماية الشعب أو حزب الاتحاد الديمقراطي أو تنظيم الدولة الإسلامية أمر لن يؤثر علينا ولا قيمة حقيقية له. لكن أريد أن أشير إلى أن حكومة أبو ظبي قامت بأعمال ضارة في ليبيا وسوريا وسنحاسبها على ما فعلت في المكان.